بالمرحلة الأولى قسم الأشعة والسونار في كلية المنارة للعلوم الطبية. اليوم إن شاء الله راح نتحدث لكم على موضوع اليورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي. اليورينري سيستم طبعا هو له اسم ثاني يسمونه الرينال سيستم. اليورينري سيستم is one of the four excretory system in our body. The other three are bowel, lung and skin. يعني هو واحد من أجهزة الإخراج الأربعة الموجودة بالجسم بالإضافة إلى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والسكن اللي هي الجلد. الجهاز البولي طبعا له عدة مكونات. من يتكون الجهاز البولي؟ The component of the urinary system is أول واحدة اللي هي الكدني. Two kidney. عندنا كلا من الجهة اليمنى وكلا من الجهة اليسرى. زين، بعدها راح يجينا التو يوريتر اللي هن الحالب من الجهتين من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، وعندنا بعدها راح يجينا اليورينري بلادر اللي هي المثانة، وآخر شيء اللي هو اليوريثرا الأحليل. فهذني مكونات الجهاز البولي. زين، the kidney remove waste product of the metabolism, excess water and salt from the blood and maintain the pH. طبعا الكلى لها عدة وظائف. أول شيء هو طبعا هو يعتبر فلتر، يعني تصفي الدم اللي يجي للكلى. شو راح تصفي الدم اللي راح يجي للكلى؟ طبعا راح تمتص المواد المفيدة والنافعة اللي تفيد الجسم واللي يحتاجها الجسم، وراح تطرح لنا السموم و الأملاح والماء الزائد عن حاجة الجسم إلى الخارج عن طريق الإدرار. وأيضا همينة تحافظ لنا على حامضية الجسم، العفو، حامضية الدم بالجسم، وهمينة هي لها علاقة بعملية إنتاج كريات الدم الحمراء عن طريق إفراز هرمون الإريثروبويتين. زين، اليوريتر convey urine from the kidney to the urinary bladder. الحالب طبعا هو يعتبر حلقة وصل بين الكلى والمثانة، فراح ينقل لنا اليورين اللي هو الادرار من الكلى الى المثانه. اليورينري بلادر از ذا ماسكولار ريزيرفر اوف ذا يورين. طبعا المثانه هي مثل الكيس، يعني عضلي يخزن لنا الادرار، يعني الطاقه الاستيعابيه للمثانه. طبعا تختلف بين شخص وشخص، بس هي يعني بالاجمالي انه تقريبا 400 مل، وذا كلش كلش توصل لل 500 مل، يعني نص لتر. بعد هذا يعني ما راح تقدر تستوعب كمية أكثر المثانة، وراح تطرح الإدرار يعني للخارج. بعدها اليوريثرا اللي هو is the channel to the exterior، يعني الإدرار راح يطرح للخارج من المثانة عن طريق الأحليل. هنا بهاي الصورة طبعا الصورة تشريحية للجهاز البولي. فإذا تشوفون عندنا two kidney left and right kidney، بعدها راح يجينا اليوريتر الحالب من الجهة اليمنى واليسرى، راح يجينا يصبن بالمثانة اللي هي البلادر، and after that راح يجينا اليوريثرا اللي هو الأحليل. ومثل ما تشوفون انه الأوردة والشرايين اللي تغذي الكلى منين راح تجينا. هنا طبعا الايورتا هذا الشريان الابهر، وعندنا الانفيريور فينا كيفا. فهنا عندنا الرينال ارتري هذا باللون الاحمر من الجهه اليمنى والجهه اليسرى. الرينال ارتري طبعا المنبع مالته منين يجينا؟ يجينا من الايورتا من الشريان الابهر. الرينال ارتري راح يغذي لنا الكدني، وعندنا الدم اللي يرجع من الكلى عن طريق الرينال فينز اللي هذا باللون الازرق. اذا تشوفون الرينال فينز راح ترجع لنا الدم من الكلى وتصب الانفيريور فينا كيفا اللي راح ترجع لنا الدم للهارت للقلب. زين، بقى الشيء واحد انه اذا تشوفون هنا عندنا ادرينال جلاند، هاي الغده اللي هي موجوده ابوف ذا كيدني، يعني الادرينال جلاند موجوده فوق الكلى. زين، هنا ايضا صوره اخرى كيدني يوريتر and bladder واليوريثرا الحليل، وهاي عندنا الايورتا اللي هي باللون الاحمر، وهاي الانفيريور فينا كيفا. هنا طبعا هذا مقطع عرضي للكلى كورونال سكشن. اذا تشوفون انه الكلى تتكون من طبقه خارجيه يسمونها الكورتكس، هاي الطبقه الخارجيه يسمونها رينال كورتكس، وطبقه داخليه يسمونها رينال ميدلا. فاذا عندنا طبقه خارجيه
وطبقة داخلية، الخارجية يسمونها الكورتكس والداخلية يسمونها رينال ميدلا. زين، الطبقة الداخلية أيضا بها عدة مكونات. أول شيء عندنا الرينال بايرامت، هذا اللي هو بشكل هرمي أو مثلث، طبعا رينال بايرامت. وعندنا هذا التركيب يسمونه رينال بابلي، هذا رينال بابلي هنا من هنا. وعندنا أكو فد شيء اسمه ماينر كالكس اللي هن عددهن 7 إلى 8 جيوب، راح يكون صغار، يجمع لنا الإدرار ويجني صبان بتركيب أكبر من عنده يسمونه ميجر كالكس اللي هن عددهن 3 إلى 4. بعد هذين الميجر كالكس راح يتجمعن أيضا ويصبن بالتركيب هنا يسمونه رينال بيلفس. رينال بيلفس بعدها الرينال بيلفس راح يصبن باليوريتر اللي هو الحالب. وايضا اذا تشوفون هنا الرينال ارتري اللي هو الشريان اللي يغذي الكدني اللي يجي قلنا من الايورتا من الشريان الابهر، وعندنا هذا الرينال فين. هنا ايضا صورة اخرى لل يعني سكشن اوف ذا كدني، قلنا الطبقة الخارجية يسمونها الكورتكس اللي هي هاي، والطبقة الداخلية اللي يسمونها الميدلة الطبقة الداخلية. وعندنا ايضا قلنا الماينر كالكس الميجر كالكس، لا تشوفون ذن الماينر، وبعدها الميجر كالكس، وبعدها الرينال بيلفيس، واخر شي راح يجينا اليوريتر اللي هو الحالب. زين، هنا اليورينري بلادر اللي هي المثانة، اذا تشوفونها طبعا هي فد كيس عضلي، طبعا العضلة مال المثانة اللي موجودة بجدار المثانة يسمونها دتروزر مصل. هاي العضلة الموجودة بجدار المثانة يسمونها دتروزر مصل. وإذا تشوفون هذا اليوريتر من هاي الجهة ومن هاي الجهة، الحالب يجي ويفتح لنا هنا من هاي الفتحة وهاي الفتحة، وهذا عنق المثانة، فراح يتشكل لنا مثل المثلث يسمونه ترايجون. ترايجون بعدها راح يجينا اليوريثرا اللي هو الأحليل، والأحليل طبعا بصمام داخلي يسمونه بدايته internal urethral sphincter، وصمام خارجي بنهايته يسمونه external urethral sphincter. طبعا هذا الانترنال يوريثرال سفنكتر غير ارادي، يعني ما يقدر يتحكم به الانسان، هو اوتوماتيكيا بوحده يفتح ويسد، بينما الاكسترنال يوريثرال سفنكتر راح يكون ارادي، يعني هو الانسان بارادته يتحكم به، شو وقت ما يريد يروح يطرح الادرار، شو وقت ما يريد يخلي الادرار باي وقت يطرحه. هذا الصمام يكون غير ارادي، طبعا ارادي يكون باراده الجسم ويستطيع الانسان انه يتحكم به. طبعا هذا هاي المثانة بالفيميال، اذا تشوفونها بالفيميال فالاحليل راح يكون بالفيميال شورت، يعني قصير اكثر من ما موجود بالميل. فاذا تشوفون هسه بالميل اللي هي بالرجال اليورثرا الاحليل راح يكون اطول long than in female، ولهذا السبب هذا يفسر لنا انه ليش الالتهاب المجار البولية بالنساء اكثر من الرجال، لسببين. طبعا اول سبب الاول انه الاحليل راح يكون بالفيميل، اليوريثرا بالفيميل اقصر من الميل، وهمين انه الفتحة التناسلية بالفيميل هي قريبة على فتحة الادرار، فلذلك البكتيريا راح تعبر من الفتحة التناسلية الى فتحة الادرار، وراح يسبب لنا التهاب المجاري البولية. هنا بالفيميل طبعا بالميل العفو بالرجال اذا تشوفون يعني داير ما داير اليوريثرا الاحليل من الجانبين موجود تركيب يسمونه البروستيت، هذا البروستيت اللي هي البروستات، غدة البروستات، طبعا هي ما موجودة بالفيميل فقط بالرجال يسموها البروستات، موجودة على جانبي الاحليل. وايضا هنا مثل ما قلنا هاي البلادر، هذا اليوريتر، والعضلة مال المثانة قلنا اسمها دتروزر مصول. فإلى هنا طبعا هو انتهى مختبرنا لهذا اليوم. أهم شيء تعرفوا لأنه الجهاز البولي، شنو وظيفة الجهاز البولي، شنو مكونات الجهاز البولي، والتفاصيل اللي حكيناها خلال هذا الفيديو.